أتنظف. جلست دنيا وعمر إلى المائدة لتناول فطورهما. وضعت دنيا دميتها بجانبها وقالت لها: سنتناول جميعا فطور الصباح، هيا ضعي صدرتك لتحافظي على نظافة فستانك. قال عمر: ماذا تفعلين يا دنيا قبل الأكل؟ أجابت دنيا: أغسل يدي بالماء والصابون. هيا يا دميتي أغسل لك يديك أيضا. حملت دنيا دميتها إلى الحمام وغسلت لها يديها بالماء والصابون.